السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على AIBIM. AIBIM مصطلح جديد، ألا وهو إن احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي مع البيم. فنبدأ كده واحدة واحدة، نعرف إيه هو البيم ونفصصها، ونعرف برضو إيه هو الذكاء الاصطناعي وإيه أنواعه، وبعد كده هناخد أمثلة عملية على حاجات بنستخدم فيها الذكاء الاصطناعي جوه البيم وجوه المشاريع بتاعتنا. طبعا ده هيزود الفايدة بشكل كبير جدا زي ما نشوف مع بعض، ويا مش في العمارة بس، يعني سواء اي كان قسمك هتلاقي حاجات ليه، في الانشائي، في الميكانيكال، في الالكتريكال، في كل الاقسام هتلاقي ادوات مساعدة. ده تعريف بسيط. كنا بنستخدم الفيرشوال رياليتي ان احنا بنمشي جوه المشروع بتاعنا معمول بالبيم. لو المشروع ده كان معمول اوتوكاد فاكيد ما كناش هنقدر نعمل الموضوع دوت. احنا دلوقتي كنا بنعمل ايه؟ بكل بساطة انا كنت بتمشى جوه المبنى بالنضارة الفيرشوال رياليتي دوت. ده كان مشروع مهم جدا في قطر، واللي احنا كنا بنجربه دلوقتي كان المسجد. وطلبت من او مش طلبت، هو كان المفروض معمول للمالك، لكن المهندسين كل الاقسام قالوا احنا عايزين نجرب الفيرشوال رياليتي. فلما كل واحد جرب، كل واحد في التخصص بتاعه، اكتشف حاجات ما كانتش هتبان غير لما المشروع يخلص. يعني مثلا في واحد لقى المواسير بتاعه الميه مثلا ظاهره المفروض انها مثلا تستخبى، في واحد مثلا معماري فوجئ ان الشغل الحاجات اللي هي التكييفات والحاجات اللي هي فوق المبنى المفروض انها تتدارى، فلما تدخل جوه شويه لما نزود الذروه بتاعه السور بتاع الروف. فكل واحد في التخصص بتاعه، زي ما كنا بنقرا كده في قصص اجازة كريستي، كل واحد في التخصص بتاعه اكتشف بعض النقاط. فدي فكره ان انا بستخدم البيم عشان احسن الشغل بتاعي، بقلل المشاكل الموجوده، بزود السرعه بتاعه الشغل، بقدر اطبق تقنيات جديده جدا من خلال ان انا بشتغل في حاجه خلاص، يعني مش محتاج ان انا اقعد اعرف الكمبيوتر حاجه معينه، لا ده هو على طول عارف ان انا بس حيطه، ان دي كولوم. الموضوع ده بيفرق كتير جدا معانا في كل حاجه. طيب خلينا نبص مع بعض كده ايه هو البيلدنج انفورميشن موديلنج او مانجمنت. يعني خلاص كلمه موديلنج دي ما بقتش تستخدم كتير، بقى بتستخدم بدلها كلمه بيلدنج انفورميشن مانجمنت، ان انا ادير معلومات البناء، ان انا عايز اعمل مبنى. فلو خدناهم واحدة واحدة، بيلدينج يبقى كل اللي احنا نتكلم عليه خاص بالمباني. يعني لو احنا شغالين بالاوتوكاد، ممكن بكل سهولة في الاوتوكاد تعمل ترسم ملابس، مش هيقولك لا ترسم ورود، ترسم كروت معايدة. الكلام ده حقيقي وناس كتير بتستخدم الاوتوكاد كده، متعرفش ان هو ممكن يستخدم في المباني. هو انا اعرف حد كان بيستخدمه في تصميم الاحذية اعزكم الله، بيعملوا على مكان CNN وهكذا. فبرنامج عام الاوتوكاد، انما البرامج البيم هو مش برنامج واحد، ده برامج كتيره جدا فيها فكره ان انت تقدر تعمل حاجه 3D، وتقدر ان انت تعمل حصر مثلا في ثانيه واحده. انت مجرد بس يعني رسمت الحاجه، هو اوتوماتيك بيحصر، مش محتاج وقت الحصر، هو اوتوماتيك يقول لك فين الكلاشات، هو اوتوماتيك يعمل لك كل اللي انت عايزه، بيسهل لك وقت كتير جدا. من الاخر بيخليك تركز ان انت تطلع احسن تصميم. يعني هو اوتوماتيك عامل لك 3D، فتقدر تقول له فين الكلاشات، فين كذا فين كذا، فبيفرق كتير جدا جدا معايا. انفورميشن، لازم يكون في انفورميشن، لازم اعمل سيلكت على حاجه يقول لي دي حيطه، دي طريق، دي كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. ولذلك من خلال البيم بدا يظهر مع عندنا سمارت بيلدنج وسمارت المدن الذكية، تمام، سمارت سيتي. فنقدر ان احنا ندير معلومات مبنى كامل، او نقدر ندير معلومات مدينة كاملة، لان احنا متوفرة معانا كل المعلومات اللي احنا عايزينها. يعني مثلا سنغافورة في الموقع بتاعها اول ما بتدخل يقول لك اختار المكان اللي انت عايز تأجره. طب تدخل تعرف كل المعلومات عن الشقة دي، السلك بتاعها قد ايه، وكمية المية، كهرباء، المساحه بتاعتها، الشمس بتاعتها، دي كل المعلومات اللي انت متخيلها وعايز تسالها اوتوماتيك موجوده، وبتعمل لها ابديتد يوميا. طيب المانجمنت، ان انت عندك كميه معلومات كتير جدا، فكل اساليب المانجمنت
كل اساليب المانجمنت بتقول لك استخدم البيم، يعني سواء رحت الاسلوب العادي اللي هو البيم دي او رحت الاسلوب اللين مانجمنت او الاجايل او او او، هتلاقي فيه بيقول لك ان احنا محتاجين حاجات معينه البيم بيوفرها لنا. ومكتوب صراحه كده في البيم بي الاصدار السابع في بعض النقط بيقول لك استخدم البيم. استخدم البيم يعني ايه؟ يعني بدل ما ترسم حاجه 2 دي لا ارسمها 3 دي ويكون فيها المعلومات، يعني مش 3 دي وخلاص اللي هو اللي تعملها ب 3 دي ماكس او تعملها باي برنامج، لان مش هيبقى فيها الانفورميشن. طيب الريفت هو البيم؟ لا، في برامج كتيره جدا غير الريفت. هو الريفت مشهور لكن في برامج تانية كتيره جدا وفي دول كتيره جدا بتشتغل ببرامج غير الريفت. انا اول برنامج اشتغلت بيه كان قبل ما نشتغل بالريفت كان اسمه ماجي كات. ده برنامج مش مشهور، ده برنامج كان فنلندي، وانا اتواصلت مع شركه اكتر من مره، يعني كل شويه كده بتواصل معاهم ايه الجديد. تمام، فاول مره اتواصلت معاهم قلت لهم انا شفت البرنامج وعجبني وفي شويه افكار حلوه، وعملت بيه مشروع مستشفى وعملت كتاب بالعربي بشرح فيه الماجيك كاد. فهم بقى مستغربين لان هم مش هدفهم غير دول الكومنولث او فنلندا والدنمارك، يعني هم مش هدف، يعني مش عايزين يخرجوا اصلا بره القطاع ده، مش عايزين يروحوا الدول اوروبا زي فرنسا وبريطانيا، يعني ما كانش في هدفهم في المرحله دي ان هم يطلعوا بره المنطقه دي. لكن انا اتعاملت معاهم بشكل كويس يعني، وكل شويه بتواصل معاهم، لسه السنه دي بتواصل معاهم. من ضمن الحاجات مثلا عشان نشوف الذكاء الاصطناعي ازاي بيدخل مع البيم، ان هو بتقدر تقول له مثلا ايه، خد المكان دوت ووزع لي، سواء مثلا عايز توزع تكييف، عايز توزع فاير، عايز توزع اي حاجه انت عايزها، بتقول له وزع لي مثلا حسب الكود كذا، يديك مثلا 20 كود فانت تختار. تمام، فبيوفر لك وقت كتير قوي. طب اعمل لي تشيك هل الكلام ده موافق مع الكود ولا لا. ده ذكاء اصطناعي، هو بيتعلم، يعني انت كل ما بتقول له حاجه بيتعلم مني وبيتعلم منك وبيتعلم من الناس كلها وطور نفسه. انت اكتشفت ان في حاجه مثلا ما خدتش باله منها، هو اوتوماتيك يخلي باله منها. اكتشفت مثلا ان هو مش مطبق مثلا مسافات بين السلالم، طب خلاص بتقول له عليها ويخلي باله منها بعد كده. مثلا في برنامج اسمه سوليبري، تمام، كل الحاجات دي هنتعرض ليها بعد كده بس بديك نبذه سريعه. برنامج اسمه سوليبري كنا بنقول له مثلا اعمل تشيك على حاجات معينه، من ضمن حاجات مثلا حاجات خاصه بالاستدامه، حاجات خاصه بالتهويه، حاجات خاصه بمثلا في اعمده مثلا موجوده ومفيش مش مرتبطه بفلور طالعه زياده عن اللزوم او اقل من زياده عن اللزوم في المسافه بينها وبين الفلور، هو بياخد باله منها. تمام، حضرتك متخيل الفكره؟ كل ده عشان بدا الذكاء الاصطناعي يدخل في قلب البيم، ده اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده. طيب البيم هيفيدني في ايه؟ اولا هيعمل حاجه اسرع، هيقلل التكلفه، هيخلي دوره حياه المبنى اطول ويخلي الاوبريشن اسهل للناس اللي جايه تشغل مبنى بعد كده عندها المعلومات. الكلاينت او العميل بيبقى عنده تصور معين، فانت لما بتوريه مخطط ثنائيه الابعاد هو مش فاهم، هو مش قادر يقراها، هو الراجل مش خصوصه ومش درسها، كانك مثلا جايب حاجه مثلا بلغه هنديه مثلا وبتديها لحد تقول له اقراها، ما انا مش تخصصي هفهمها ازاي. انما ويقول لك حلو حلو، هو مش فاهم اصلا اللي بيحصل. لما يجي بعد كده يستلم المبنى يفاجئ بالمشاكل اللي موجوده ويقول لك لا مش هو ده اللي انا مفكر فيه، لا لا انت عملت حاجه غير اللي انا عايزها. ليه؟ لان انتوا بتتكلموا لغه مختلفه. انما لما بيشوف في البيم وبيشوف بالفيرشوال رياليتي ويلبس النظاره اللي ورتها لكم دي ويدخل جوه المبنى، من اولها يقول لي لا انا مش عايز اللون ده، لا ده انا عايزك تفتح لي دي على دي، لا كذا، فيقول لي المعلومات بتاعته قبل ما نبدا الشغل. ده شكل المبنى بحيث ان انت بتلاقي فيه كل حاجه. ففي تقنيه مثلا زي الفيرشوال رياليتي مش هتقدر تستخدمها لو انت تستخدم 2 دي. الاوجمانتد رياليتي اللي هي ان انت تدخل تشوف الحاجه اللي متصممه جوه المكان اللي انت فيه، يعني تدخل الاثنين مع بعض. يعني على سبيل المثال انت مثلا عايز تشتري حاجه من اي محل مثلا زي ايكيا او كده، فانت موجود في الاوضه بتاعتك والاوضه فاضيه، تبدا من خلال الموبايل تمسك كده وتقول له حط لي مثلا الترابيزه هنا والسرير هنا، فتشوف هل فعلا المساحه بتاعتها هتقضي ولا في المساحه بتاعت الاوضه بتاعتك مش هتقضي، فانت حليت المشاكل بدل ما كنت تروح تشتري الحاجه وتجيب عربيه وتنقل والحاجات دي كلها. فمن خلال البيم في الاجتماعات بيكون اسهل، يعني في خلال الاجتماع بروح فاتح الموديل وعلى اي برنامج من برامج الفيور
وابدا اوريهم المشروع، بنبدا ان احنا نناقشه في الموقع، ممكن اروح شايف الحاجه لما هتتبني وتخلص تبقى عامله ازاي، بكتشف المشاكل قبل ما ننزل الموقع. من ضمن الحاجات مثلا كان في شركه متخصصه في التكييف، دي رحت اديتها كورس، وكان نسبه الاخطاء اللي بتحصل اكتر من 90%، ان هما بيبعتوا للمكن بتاع سي ان ان يقطع التكييفات، يقطع الصاج، فكان بيبعتوا للموقع الضغطات بمقاسات معينه، واكتشفوا انها كلها غلط، والعمال كانوا بيقعدوا يظبطوها ويقطعوا ويوقفوا الشغل في قلب الموقع. فبعتوا لهم قالوا لهم لما انت اخر شغل بعته لنا نسبه الاخطاء ما فيش، يعني تقريبا 1% ولا حاجه، ما يعني ايه اللي حصل. فده من خلال ان احنا قدرنا نستخدم تكنولوجيا قويه اللي هي تكنولوجيا البيم، اللي في دول كتيره اصبح اجباري، يعني فنلندا وبريطانيا وسنغافوره وامريكا في المشاريع الحكوميه، وقطر في المشاريع الحكوميه، والسعوديه في النيوم، ومصر ما بقاش اجباري، لكن في كود موجود، كود مصري. فحاجه اصبحت مش اختياري ان انت تشتغل في البيم، لان هتبقى عامل زي كانك الناس كلها شغاله بادوات حديثه، مثلا مكن تصوير حديث، واحنا لسه شغالين باساليب تقليديه، فبتلاقي الموضوع بتفلت منك فرص عمل. تمام، فالبيم هيفيدني في كل المراحل بتاعتي، وكذلك الذكاء الاصطناعي زي ما نشوف مع بعض هيفيدنا في كل المراحل دي. يعني من مرحله ان في فكره لسه بفكر فيها ولسه ما جبتش ورقه وقلم وارسمها، هيفيدني في مرحله الاناليسيز، في الديزاين، في الديتيل ديزاين، في الكونستراكشن، في الاوبريشن، في التشغيل، في لو انا حبيت اهد المبنى هيفيدني برضه. كل الحاجات دي، المراحل دي موجود فيها البيم، موجود فيها الذكاء الاصطناعي. فالبيم بيبقى عند موديل واحد، كل الشركات شايفه المعلومات، كل الشركات بتتبادل المعلومات، كل الاشخاص عندهم المعلومه في لحظه واحده يقدر ان هو يحصل عليها. مثلا تخيل ان احنا عندنا معلومه مثلا وزن السنسير مثلا والاحمال بتاعته، احمال التكييف والكهرباء والحاجات دي كلها، هبعتها لمين؟ انت ممكن تبعتها للناس كلها، الناس كلها تذهب من الاميرات او تبعتها، لا، هو بيدخل على الموديل وكل واحد بياخد المعلومات اللي هو محتاجها. فالفكره كلها بدل ما كان عندي معلومات كتيره وانا مش لاقي المعلومه فين، من خلال البيم بنقدر ان احنا ننظمها، من خلال الذكاء الاصطناعي بننظمها بشكل اكتر. طيب، يبقى احنا فهمنا ان البيم مش سوفت وير، مش الريفت، البيم هو فلسفه او ميثودولوجي. وعايز اقول لك ان فكره البيم موجوده من 1962، فكره ان احنا نعمل موديل كانت موجوده لكن ما ظهرتش بشكل قوي لان الاجهزه كانت بطيئه، كانت المشكله الوحيده ان مفيش اجهزه بالقوه اللي تستحمل المعلومات كلها، ان احنا نحط معلومات مبنى. تمام، وفي 82 بدات شركه زي جراف سوفت تبدا تعمل يعني برنامج صغير يقدر ان هو يحلل او يقدر يطبق نظريه البيم. بدا الموضوع ينتشر مثلا عندنا، انا بدات في البيم في سنه 2006. هي دي فكره البيم، ان الموديل في اي لحظه اعمل سيلكت على اي عنصر يقول لي اليو فاليو قد ايه، كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها موجوده فيه. هي دي فكره البيم. طيب تعالى بقى ندخل على الذكاء الاصطناعي وبعد كده نربط بينهم. ايه هو الذكاء الاصطناعي؟ احنا دايما بنتعرض للذكاء الاصطناعي، تمام، يعني ما تفتكرش انها حاجه مستحيله. الذكاء الاصطناعي بدات فكرته من اواخر الحرب العالميه الثانيه. ليه؟ كانوا عايزين يحللوا شفره معينه الالمان عاملينها، وقدروا ان هم يعملوا اله تبدا تاخد الشفره وتبدا تحللها، لان هو كان المفروض بتتغير كل يوم. ففكره الذكاء الاصطناعي، خلينا نقول الذكاء يعني ايه، شخص ذكي ان هو بيقدر يفهم المعلومات ويقدر ان هو يحللها ويقدر ان هو يتفاعل معها، هي هو ده الذكاء. الاصطناعي ان هو بقى الذكاء الاصطناعي ده وهدفه انه يوصل للذكاء البشري، بنحاول كل شويه نطوره بحيث ان هو يقدر يتفاعل مع المعلومات، يقدر ان هو يفكر زي البشر، ويقدر ان هو يكتشف زي البشر، ويقدر ان هو غلط المره دي يقدر ان هو يطور نفسه. فاحنا بنحاول نخلي الكمبيوتر يبقى يعمل اوتوميتد بحيث ان الاخطاء البشريه تقل. تمام، طبعا مثلا من ضمن الحاجات اللي في الذكاء الاصطناعي اللي انا لسه من شويه متعرض ليها من ثواني، ان انا مثلا كنت برد على المهندس محمود، فمثلا بقول له حاضر، هو بيستنتج لي الكلمه اللي هتيجي بعد كده،
تمام، يعني لما بتكتب كلمة بتلاقي الموبايل بيقول لك درس كلمات كتيرة جدا، درس ان مثلا لما حد بيقول السلام يبقى الكلمة اللي هتيجي بعديها بقدر كبير جدا تبقى السلام عليكم. صباح يبدأ يقول لك صباح الخير، صباح النور، صباح القشطة، صباح العسل، يبدأ يشوف لك أكتر ناس بتكتب كلمة إيه بعد كلمة صباح ويبدأ إن هو يجيبها لك. فتخيل بقى إن الذكاء الاصطناعي ده يكون موجود معاك في الشغل بتاعك وأنت بتصمم وأنت بتعمل كونستراكشن، فيبدأ يستنتج أنت بتعمل إيه. بدأت أنت مثلا رسمت حيطة، فهو أوتوماتيك يستنتج إن أكيد هيبقى فيه باب، طب هيبقى عامل إزاي، وهكذا. وكل شوية يطور نفسه، كل شوية يلزم نفسه بأكواد، وكل شوية تلاقي في افكار جديده بتحصل. زي مثلا ابسط حاجه، التليفونات دلوقتي فيها ذكاء اصطناعي اللي هو سيري، او وجوجل في برضه ذكاء اصطناعي ان انت ممكن تناقش معاه، لمجرد تدوس كده بيبدا ان هو يقول لي تراي سينج اوبن جيميل، فاقول له اوبن جيميل، اوبن جيميل، وهكذا. فالمساعد الشخصي ده بيفيد كتير جدا لو انت قدرت ان انت تستخدمه بشكل صح. بقول له مثلا انا عايز انام، صحيني بعد ساعه ونص مثلا، او ابعت لي ايميل بعد ساعه، او يعني مثلا النهارده جوجل برضه قلت له مثلا ايه انا عايز اخرج النهارده، فهو قال لي اديني اللوكيشن بتاعك، قلت له انا في كذا، فراح اقترح عليا مثلا 7 خروجات حلوين في المكان اللي انا قاعد فيه، وهكذا. طريق سياره ذاتيه القياده، تخيل ان عربيه ماشيه وبتحلل كميه كبيره جدا ضخمه جدا من البيانات، وتبدا انها تعرف ان ده طريق، ده في حفره، ده في اشاره مرور، ده في اشخاص، كل ده ذكاء صناعي. طب هو بيحصل كده، طب هل الذكاء الصناعي ده ممكن يساعدنا في مجال الكونستراكشن؟ ليه في تطور كبير جدا في صناعه الموبايلات، يعني لو انت بصيت على صناعه الموبايلات هتلاقي انها بتتطور بشكل خرافي خلال ال 20 30 سنه اللي فاتوا، بينما الكونستراكشن ما فيش التطور دوت. مجال السيارات بيتطور بشكل رهيب جدا، يعني كان زمان مثلا ممكن يقعد يعمل مثلا 3 4 شهور في العربيه، دلوقتي ممكن نفس الاشخاص ونفس كل حاجه يطلعوا لك 10 عربيات في يوم. فهي دي الفكره، احنا بقى محتاجين ان احنا نستخدم الذكاء الصناعي معانا، تمام. فالذكاء الصناعي فيه حاجات كتير جدا، في تعلم الاله اللي هو الماشين ليرنينج، ان هو بيبدا يتعلم من اخطائه، بيبدا يتعلم من كل حاجه، بيبدا يتعلم من اللي حواليه. يعني السيارة ذاتية القيادة تبدأ إنها تتعلم مثلا كل ما تمشي في الشارع تحفظ الطريق وتحفظ الحاجات اللي بتحصل، وكل ما حد يسوق أو العربيات اللي حواليها تسوق تبدأ إنها إيه تفهم بتتعمل إزاي، تمام. التعلم العميق هو بيتعلم مع نفسه، أنا مبقاش فاهم هو استنتج إزاي، يعني هو وصل للحاجة دي إزاي. هو ده حاجة ديب ليرنينج، حاجة أنا مديله بس الخوارزميات ومعرفه طريقة التفكير وبقول له بقى انطلق. يعني ممكن اقول له العب لعبه من غير ما اقول له بتلعب ازاي، هو بقى يحاول يستنتج. كان من ضمن الطريقه بتاعه التعلم العميق دوت، كان في كلب وفي ذئب، الاثنين النوعين دول، النوع الكلب ده والنوع الذئب ده شبه بعض قوي قوي، يعني الناس ما بتقدرش تفرق بينهم. فلما ادوا التعلم العميق قالوا فرق، يعني هو مش بيقول له في قاعده لما تلاقي دي اعرف دي، لا هو بيقول له بقى انطلق بقى وانت حاول تفرق بينهم، فقدر يفرق منهم نسبة 100%. فلما قعدوا يشوفوا هو قدر يفهم ازاي، يعني المبرمجين نفسهم مش مديله قاعدة، فاكتشفوا ان هو ما اهتمش لا بالكلب ولا بالديب، هو ركز على الخلفية، الكلب اكيد هيبقى في المنزل والديب هيبقى في الغابات او في الجليد وحاجات زي كده. الفيجن ان هو بيشوف كل حاجة، انت ممكن مثلا من ضمن الحاجات في الذكاء الاصطناعي ان هو كاميرات بيكون فيها ذكاء اصطناعي، اول ما يحصل اي حاجة، واحد مثلا دخل الموقع ومش لابس خوذة، انذار وقف الشغل، الشخص ده لازم يلبس خوذة قبل ما نكمل شغل. الصوت ان هو لما اتكلم يسمع الصوت ويبدأ يحلله ويحوله الكلام ويبدأ ان هو يتفاعل معاه. وفي ناتشورال لانجويج بروسيسنج اللي هو ال NLP. وفي الروبوت، الروبوت ممكن يخش يبني، تمام. وفي دلوقتي من ضمن مدن كتيرة بتتبني باستخدام الروبوت وباستخدام طبعا ثلاثية الأبعاد. عندي طبعا ثلاثية الأبعاد خطيرة، هم بقى مش طبعا الصغيرة اللي عندي، اللي عندي 40 سم في 40 سم، هم عندهم 40 متر في 40 متر، بتبني مباني، تمام، بيبني مباني تعيش أنت فيها، تمام. فالماشين ليرنينج عندنا سوبرفايزد أنت بتبدأ تعلمه، وفي أنسوبرفايزد أنت مش بتعلمه، أنت بتديله الداتا هو بيبدأ يتعلم من مع نفسه.
وفي reinforcement learning بديله حاجة هو بيتفاعل معاها زي ألعاب كده، يعني بديله اللعبة هو مش عارف تلعب ازاي. فاكرين لعبة العصاية اللي هي الكورة تخبط فيها وترد؟ انا بديها له وهو مش فاهم تلعب ازاي، فبس هو بيستفاد ايه من الجزرة والعصاية؟ ان هو مثلا خسر، طب انا خسرت ليه؟ عشان الكورة عدت. طب يبدأ يلعب تاني، طب المرة دي كسبت عشان كذا، طب انا لو ضربت بزاوية معينة وطلع فوق وقعدت تخبط في اللي فوق دول هكسب اسرع. فهو بيبدأ يتعلم مع نفسه. الميزة ان انت ان هو ممكن في خلال مثلا ساعة يعمل 2000 تجربة، فبتزداد مهاراته بسرعة. يعني في ألعاب كتيرة جدا قال له خد اتعلمها، احنا مش عارفين القواعد بتاعتها، اتعلمها مع نفسك، اقعد راقب الألعاب وجرب تلعب وتخسر وتشوف، ولو فعلا كسب زي مثلا العربية تركن تمام ومن غير ما تعمل حوادث ولا حاجة، تقريبا خدت 3000 تجربة تمام، بحيث انها بس اتدربت خلاص، خدوا الموديل بتاعت الركنة دي وحطوها في العربيات وبقت تقدر تركب بدون اي مشاكل خالص. طيب تعالوا بقى نشوف بقى مع بعض امثله عمليه على الذكاء الاصطناعي. انا دلوقتي لسه بفكر، انا لسه بفكر ما عنديش اي حاجه خالص، عن مفكر والله من مبنى على شكل لؤلؤه على شكل كذا. طب ما تيجي نستعين كده بالذكاء الاصطناعي. بالله عندنا ادوات كثيره مساعده زي مثلا الاوبن اي اي شات جي بي تي، طبعا كلنا عارفينه غني عن التعريف، حاجه رهيبه يعني. تكلفه تشغيله في الشهر تقريبا مش فاكر 2 مليون دولار حاجه زي كده، يعني ارقام مهوله للتشغيل بتاعه، بس حاجه تكنولوجيا غريبه تمام. فالشات جي بي تي تقدر تساله اي سؤال، ما اعتقدش ان في حد يعني ما سمعش عن شات جي بي تي وما سمعش عن ميد جورني، لان فعلا لما جربناه انبهرنا بيه تمام. زائد ان احنا استخدمنا استخدام عالي، يعني انا خدت فيه كورسات في الاوبن اي اي شات جي بي تي، وخدت كورسات في الميد جورني في بعض التريكات عشان تطلع نتيجه كويسه. اصبح في ناس مرتباتها عاليه جدا تخصصه برومت انجينير، هو متخصص ان هو يكتب كلمه معينه للشات جي بي تي فيجيب لك نتيجه خرافيه، متخصص ان هو يكتب لك حاجه الميد جورني يجيب لك صوره اروع بكتير جدا من الصوره اللي احنا متعودين عليها. فالشات جي بي تي ممكن تقول له ايه، والله انا مفكر كده في تصميم معين ايه رايك، فيبدا يجيب لك الافكار. طيب اروح بقى بعد كده الميد جورني وديل اي، ديل اي تبع شركه اوبن اي اي، الاثنين الميد جورني والديل اي بيكونوا الصور من خلال ان انت تديله تكست، يعني تقول له مثلا ايه، انا عايز بيت من الطراز الاسلامي ويكون مثلا في فكره مثلا بتاعت حسن فتحي ويكون مثلا 4 ادوار، يعمله لك حاجه خرافيه، حاجه فعلا فوق العقل، يعني محتاجه يعني كلنا جربناه كلنا شفنا صور متجربه ليه. مايكروسوفت كوبايلوت ده عباره عن اداه موجوده في مايكروسوفت ما كانتش موجوده قبل كده، مايكروسوفت استثمرت مليارات في اوبن اي اي، فكانت اول شركات حصلت على انها تبقى مدموجه جواه، وسهل جدا ان انت تفتح الوورد او تفتح اي حاجه وتدخل المايكروسوفت موجود، تدخل الذكاء الصناعي جوه الوورد بتاعك او جوه الحاجات دي. وحتى برضه لو انت شغال زي حالاتي كده بجوجل برضه تقدر تدخل الذكاء الاصطناعي جواه، يعني خلينا نفتح الوورد او الباوربوينت او الاكسل وتقول له بكل سهوله احنا عايزين مثلا نضيف اداه تقدر تدخل الذكاء الاصطناعي في قلب الشغل بتاعك. خلينا مثلا نفتح اهو من انسيرت، هقول له جيت ادنس، انا عايز ازود ادنس معينه، فبيقول لك انت عايز ازود ايه، قول له شات جي بي تي تمام، ما نقعدش بقى ندور ونفكر، قول له عايز ازود الميد جورني، عايز ازود الاي اي تمام. دي ادوات كتيره بتتسطب، وهتلاقي يعني الميد جورني هتلاقي موجود برضو الانتاجيه الريتنج النيم، تقدر ترتب الحاجات بتاعتك هنا تمام. طيب خليني اقول له شات جي بي تي يبدا بقى يجيب لك ان انت تقدر تسطب مثلا دوت جوست رايتر، ده انا جربته كان جميل، وفي حاجات خاصه بالادوكيشنال، في حاجات خاصه بالكونسلتنت اديشن، في حاجات خاصه بال ديل اي ايمج، ان انت وانت بتكتب كده تقول له طب اعمل لي صوره تمام، فيبدا يعمل لك الصوره اهو، تقدر تقول له اعمل لي صوره كذا فيبدا ان هو يحط لك الصوره دي. الجوست رايتر تقول له اكتب لي مقاله عن الاهرامات فيبدا ان هو يكتب لي مقاله عن الاهرامات.
كنت شغال في مشروع حاجه في تبع العماره الهنديه. طب وجود لي الفرق بين العماره الهنديه والعماره الاسلاميه، انا عايز اعرف الزوايا والحاجات دي كلها. طب انا عايز اعرف الشعار اللي هو في العالم الهند كده، في شعار كده في النص اللي هو المغزل اللي استخدمه غاندي عشان يعمل. طب اوجد لي، فكل اللي انت عايزه بتقول له اكتب لي بس يعني كذا، هو يقول له مثلا ايه، اكتب لي عن الاهرامات، هو بيتصل بشات جي بي تي ويبدا يجيب لك الاجابه. تمام، بيقول لك ان انا خلصت الخمس ريكوست، انا خلصتهم من زمان وحساب تاني وتالت ورابع، خدت حقه زياده يعني. تمام، فدي طريقه ان انت تضيف الادوات دي. وهي برضو لو انت بتستخدم جوجل دوكيومنت زي حالتي، كل اللي عليك ان انت تقول له اكستنشن ادنس وتبدا تسطب. انا مسطب مثلا حاجه حلوه قوي اسمها سلايد اي اي، دي عباره عن ايه، بقول له اعمل لي برزنتيشن عن كذا، هو يعمله لي يعني. اعمل لي برزنتيشن، خلينا نوريها لكم. انا بعمل بقول له اعمل لي برزنتيشن من غير ما اكتب اي حاجه، من غير حاجه، اعمل لي برزنتيشن عن الكيمياء العضويه مثلا. تمام، يعمل لك البرزنتيشن اداء ومجانيه، وتعمل لك البرزنتيشن بالصور بكلام موثق بكل حاجه. فانت عايز ايه اكتر من كده؟ تمام، دي اداء، وهتلاقيني عامل فيديوهات عنها كتير لان انا بستخدمها كتير يعني. تمام، انا عايز برزنتيشن مثلا، عندي في الشغل طالبين مني برزنتيشن عن تطور العماره، فبروح قايل له اهي اعمل لي ماجيك سلايد، ماجيك سلايد اهوت، اعمل لي برزنتيشن عن كذا، يروح عامل لي برزنتيشن كله. طيب هي الفيديوهات موجوده عموما على القناه، هي عندنا ادوات كتير هنشوفها ان شاء الله النهارده، فنكمل. عندنا ادوب فاير فلاي، ده تبع ادوب، شركه ادوب اللي عامله الفوتوشوب، عامله موقع اسمه فاير فلاي، بتبدا انها تجرب الادوات مع الناس قبل ما انها تحطها وتدمجها في قلب البرامج بتاعتها. حاجه سحر يعني. تخيل مثلا ان يكون عندك عربيه ماشيه فيديو، فتروح انت ايه عايز تشيلها بالطريقه التقليديه، ممكن تقعد اسبوع ان انت عمال تحدد او تقعد يوم مثلا تحدد مكان العربيه في كل فريم، الفريم بيبقى في حدود 32 فريم في الثانيه، فتخيل بقى هتشيلهم ازاي. خلينا اشوف لك فاير فلاي كده على السريع وبعد كده نكمل. طيب خلينا نشوف فاير فلاي. بص بقى الجمال، تكست تو ايمج. تمام، انت هتكتب تكست ويحول لك لصوره. جنريتيف فيل، يعني ايه جنريتيف فيل؟ يعني انا عندي هنا صوره، فاروح ايه شايل مثلا الجاكيت واقول له حط لي مكانها حاجه معينه، في كرسي ما حدش قاعد عليه اقول له حط لي في الكرسي ده شخص معين، يحط لي الشخص ده. عندي واحد ماسك طبق فيه مثلا لحم خنزير، تقول له شيل لي اللحم ده وحط لي فاكهه. تمام، في تكست افكت، كل الحاجات دي بقت موجوده كده كده في الفوتوشوب وفي الادوب بريمير والافتر افكت والحاجات دي كلها. الناس اللي اشتغلت على البرامج ديت يعني لما شافت الجمال اللي بيحصل، التطور الرهيب ده، مش عارفه اتعامل معاه ازاي يعني. ده انا بدل ما كنت بقعد في الحاجه ساعتين ثلاثه، ده انا بقيت اقول له اعمل لي كذا، انا بحلم بكذا اعمله لي. فدي حاجه مذهله جدا يعني. تخيل مثلا في برنامج الذكاء الصناعي، عملت انا مثلا ريندر، وبعد ما عملت الريندر لا ده انا عايز ازود عربيات، ما بخش بقى اجيب صور عربيات واحطها، لا ده انا بقول له زود لي عربيات، حط لي عربيات، حط غير الخلفيه. طب الصوره دي بدل ما بالنهار خليها لي بالليل. تمام، ومش بعدل حاجه، ده انا بقول له خد انت بقى عدل. طب ضيف لي نور. فمحتاجين فعلا ان احنا نبدا نشتغل بالادوات دي لانها هتفرق معانا كتير. عندنا مثلا شات جي بي تي، شات جي بي تي ده خرافه يعني.
تبدأ تسأله أي سؤال يجاوبك عليه، بس برضه بقى في نسبة للخطأ، فلازم تعمل شك برضه على الكلام بتاعه. يعني هو إله، آلة وليس إله، هو آلة، فنخلي بالنا إن ما ياخدش كلامه ثقة 100%. تمام. يعني مثلا اذكر لي اهم، وانا شغال بالنسخة المجانية على فكرة، اهم الاحداث العلمية في القرن العشرين. في ثواني تلاقي الاجابة حاضرة، ويبدأ ان هو يقول لك الاجابة. تمام. انا في اسئله كتيره مثلا بتجي لي مبقاش عارف الاجابه بتاعتها، فبروح قايل له طب معلش جاوب لي على اسئله الناس الاصدقاء دول. تمام. طب مين اللي اخترع مثلا كذا، طب مين كذا، تبدا تساله اسئله طب لا ده انا مش عايزها بالشكل الفلاني، ده انا عايزها بالشكل الفلاني، لحد ما توصل للحاجه اللي انت محتاجها بالظبط. طيب شات جي بي تي من الحاجات اللي تقدر تساله في اي حاجه ويبدا يجاوبك عليها، ويبدا ان هو يعني يفيدك بشكل حلو. تعالى بقى نشوف بقى الميد جورني. ميد جورني تصميمات اللوح بشكل خرافي. ممكن تقول لي طب شيل لي صور الناس دي وحط لي صور ناس موجوده دلوقتي، رؤساء دول او اي حاجه. في مثلا كل المواقع اللي بعد كده هنسيب لكم البرزنتيشن، موضوع سهل جدا، تكتب بس انت عايز ايه هو يروح مجهزه لك. دي الاي ده اللي انا على طول بستخدمه. تمام. ده بستخدمه في الشغل الحقيقي بتاعي، شغل البيم وشغل العماره وكده. اي حاجه نفكر فيها تمام يبدا ان هو يعمل لك الصوره بتاعتها. انا جربت مره اسطب يعني برنامج بتاع ذكاء اصطناعي تكوين الصور على جهاز عندي، وقلت له كون لي صوره. هنا بياخد مثلا ثانيه او ثانيه ونص، 5 ثواني. لما اشتغل على امكانيات الجهاز بتاعي تقريبا خدت 3 4 ساعات. يعني فعلا الاجهزه عملاقه جدا اللي بتشتغل في تكوين الصور دي، يعني سوبر كمبيوتر. هو بيقول لي احنا عندنا 3 حاجات، شات جي بي تي وديل اي واي بي اي، لو انت عايز تربط موقعك او تربط التطبيق بتاعك بالشات جي بي تي بس بتدفع فلوس، بيديك جزء مجاني وبعد كده بتبدا حسب. قول له انا عايز كذا يبدا يعمله لك. بص يعني مجرد تقول له مثلا عايز سمكه في كذا يبدا يعمله لك، عايز ترسم لي صورة مثلا زي فان جوخ يبدأ يرسمها لك اهي. ده هتلاقيني شغال كتير، اكتر موقع بشتغل عليه وحاجات خاصة بتصميمات معينة. في حاجات ممكن تديله مثلا صورة قطة وتقول له عايز صور تانية، صور مباني، كل اللي انت عايزه بتفكر فيه بيبدأ ان هو يعمله لك في ثواني، بيعمل لك الصور اللي انت عايزها. تمام. يعني هتلاقي في صور حاجات معمارية هنا. طيب نرجع للبرزنتيشن. ده بيترجم لك اغلب الحاجات دي، هو بتديله تكست يحولها لك صورة. تمام. ده موقع مثلا بديله تكست، هو يبدأ يدور في كل المواقع يبدأ يجيب لك الصور اللي معتمد بالذكاء الاصطناعي. هنا يعمل لك 3D، يعني انت مش هتعمل 2D بقى، لا انت هتنقل لمرحلة 3D. هنا ده برضه بيعمل لك حاجات في 3D، تقول له بس ايه انا عايز افكر في مبنى على شكل برتقانه، يعمل لك البرتقانه وشكل، وفعلا تلاقي حاجه خطيره جدا. هنا بيحولك برضه لنقط 3D. تعال نبص على دوت. في هاجنج فيس، ده موقع بيخليك تشارك المعلومات بالكود نفسه، لو حد عايز يعرف الكود الحاجه دي اتبرمجت ازاي ويستفاد منها، فالموقع ده من البرامج اللي هي تعتبر زي اوبن سورس. اوبن سورس. تمام. اكتب تكست هو يحوله لك ل3D. يعني حتى لو انت راجل متخصص في الموضوع بس اكيد هياخد منك يعني جهد ووقت وحاجات زي كده، فهو وفرهوله. انا اتمنى الناس بس تبقى تجرب المواقع دي، لانها فعلا هتذهل. يعني في حد قلت له على موقع قابلته بعد يومين قال انا عملت 3000 صوره.
يعني من الموقع ده بس، تمام؟ ده اللي هو ادوب، وزي ما بقول لكم بدأ الموضوع يبقى خلاص موجود في الفوتوشوب وموجود في الحاجات دي كلها. بيقول لك بقى خلاص في الفوتوشوب تقول له اكتب لي اسم اهو على شكل ورده، على شكل زهره، على شكل كذا، يبدا ان هو يعمله لك. طيب نكمل. في محرك البحث بتاع بينج ده تبع مايكروسوفت، وده كان ناس كتيرة يعني ما بتحبهوش، تمام؟ زي المتصفح بتاع مايكروسوفت اكسبريس، لكن فعلا لما ضافوا دي الذكاء الاصطناعي بقى حاجة جميلة جدا، يعني حاجة خرافية. تقول له بس انا عايز الصورة الكذا، يبدأ ان هو يعملها بشكل جميل، تمام؟ تقول له مثلا عايز فيل مثلا لابس بدلة، يبدأ ان هو يعمله لك، تمام؟ طيب ثانية واحدة، في حد كاتب حاجة في الشات خلينا نشوفها. البرزنتيشن متاح، المحاضرة مسجلة، معرفش بتسجل منين، إن شاء الله تكون مسجلة، تمام؟ البرزنتيشن آخر هرفعه لكم بي دي إف، تمام؟ هنا ممكن تقول له مثلا كات بلاي ويز ويز دوج، تمام؟ بيعمل لك، هو مش بيدور على النت، هو بيكون لك صور، يعني هو بيعمل لك صورة خاصة لك انت باسمك انت. بدأ يجيب لك صور، الصور دي لو دورت عليها على النت مش هتلاقيها، تلاقي خد هو صورة القطة دي، وخد صورة الكلب ده من موقع تاني، ودمجهم مع بعض مع خلفية مع مع مع، وصعب جدا تفرق اذا كانت دي حقيقيه ولا صوره متصوره. يعني الذكاء الاصطناعي فعلا بدا يبقى فيه تحدي كبير ان احنا نعرف، وبقى فيه ديب فيك، ما بقيناش نقدر نميز بين الحاجه الحقيقيه والحاجه الفيك مع الحاجه الطبيعيه. يعني الصوره نفسها بقت موجوده في مواقع اخباريه كبيره جدا، مش قادر يكتشف هل الصوره دي حقيقيه ولا مش حقيقيه. طيب لسه احنا برضو بنفكر في المشروع، فبنقدر نشوف مثلا نستعين بحاجه اسمها تيست فيت اي اي اهو، ده انا عامل عنه كذا فيديو، يعني انا عشان بس ما افتحش كل التطبيقات ونهنج مع ناخد وقت كتير. دي منصه اهي الفيديو بتاعها موجود، بتديها مثلا ترسم لها مربع، يروح راسم لك المباني اللي هتنفع في المربع دوت، تك 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 تك، بعد كده تقول مثلا تسعير يديلك فيها. طب انا مضطر ان انا اقلل المساحه، اول ما تقلل اوتوماتيك من غير ما تقول له هو يروح مظبط لك المساحات اللي جوه. يعني انت عامل حسابك مثلا في 20% منطقه خضراء وكانوا 100 متر بقوا 50، فهو يقول لك خلاص بقى 5 متر، فيبدا يعمل لك الحسابات كلها بشكل روعه، بشكل فعلا لو حد محترف وبيعملها هتاخد منه وقت كتير جدا. انما هنا انا ما كنتش مصدق صراحه، دي من ضمن الادوات الكويسه جدا لو انت عندك منطقه مثلا وبتحاول انت تتسع. ده مثلا موقع تاني، بص اهي، مجرد ان انت بترسم مربع مستطيل، بترسم حدود المبنى، هو اوتوماتيك يقول لك دي هتنفع بالمساحه دي. الفرق بين صوره وصوره ثانيه، تمام؟ بتحرك بس كده المؤشر، تقول له ده انا عايزها مثلا مساحه 5 متر 6 متر 10 متر، هو اوتوماتيك يظبطها لك. وبرده شرحناها في بيم اربيع. الموقع ده ممتاز، وبيست ان هو يعني المبرمجين بتاعه والناس اللي عاملينه عرب مصريين، برضه بيبقى عندك حته ارض ويبدا ان هو يوزعها لك، ويوزع لك توزيع داخلي وخارجي وكل حاجه من خلال الذكاء الصناعي. طيب نروح للي بعد. طيب لو انا عايز بقى اعمل سيرفي، ففي بعض التطبيقات والبرامج اللي ممكن تفيدني في عمل السيرفي، حاجات خاصه بالجيولوجيا زي المواقع ديت. هنا دي مثلا بتقدم مناظر طبيعية ونماذج معمارية عالية الجودة، في خوارزميات معينة بالشكل دوت.
تمام. ده حاجات خاصه باللاندسكيب، بتحدد المكان اللي انت عايزه، هو يبدا ان هو يجيبه لك ثلاثي الابعاد بكل المعلومات اللي موجوده فيه، وعايز تعدل اي حاجه يبدا هو يوريها لك بالذكاء الصناعي تبقى عامله ازاي. وتقدر تستخدم البيم معاه. طيب نخش بقى في المرحله اللي بعد كده، عايزين تكنيكال سيرفي، فعند التست فيت اللي احنا اتكلمنا عنه نقدر نستخدمه. سبيس ميكر هنتكلم عنه دلوقتي، تمام. تعال نشوف ايه الحاجات اللي موجوده عندنا في موقع اسمه هايبر، تمام. ده عباره عن ايه؟ برضو في اناليسيس كتيره جدا زي سايت ديفلوبمنت، في الميك بيلدينج، مجرد ان انت بس ترسم حاجه يبدا يجيب لك عشرات التحليلات للمبنى دوت، مجرد تقول له انا عايز تحليل انشائي، تحليل معماري، تحليل الرياح، تحليل الشمس، تحليل الظلال، كل الحاجات دي جاهزه عنده وبسهوله جدا واونلاين وكل حاجه ممتازه. الفيديو اهوت لو حد عايز ان هو يخش يتعلم فيه، يعني المفروض كل واحده من دول محتاجه يعني محاضره لوحديها. طيب خلينا نشوف هنا، انا ان شاء الله يعني مش هتقل عليكم ونفتح كل حاجه، بس ده يعني من ضمن الحاجات الجامده يعني. تمام. ده الميزه ان هو مجاني، بتقدر ان انت بس تحمل ملف، اي ملف عندك يبدا ان هو يظهر معاك، حتى لو ما حملش ملف بيجيب لك خريطه تختار الحاجه اللي انت عايزها. اه انت اخترت مربع، راح رسم لك مبنى كامل. طب اعمل لي بقى الاناليسيس بتاعته. لما كنا بنعمل الحاجات دي بالبرامج القديمه كنا بناخدها كتير جدا جدا يعني، فالحمد لله ان الحاجات دي بقت موجوده دلوقتي، تمام. بيجيب لك تحليل الشمس والرياح كل حاجه. طيب تعالى نرجع تاني نخش على اللي بعده. سبيس ميكر، سبيس ميكر ده عملنا عنه سلسله فيديوهات كتير يعني. ليه بقى؟ سبيس ميكر من البرامج السهله جدا ومتكامله مع البرامج بتاعت البيم، بحيث ان انت تقدر تكمل شغل عليه مفيش مشكله خالص. وهو عباره عن ايه؟ انت بتحدد بس كده المربع وتقول له الارتفاعات تحته، ويبدا هو يقول لك مثلا والله من المكان ده هتقدر تشوف مثلا الاهرامات ولا لا، يبدا يقول لك انهي مباني. طب انا لو قللت الادوار اللي قدام وزودت الادوار اللي فوق هيفرق معايا ولا مش هيفرق؟ طب في العربيات عامله ضوضاء ولا لا؟ طب خلاص يبقى انا ما ينفعش احط شوارع داخليه لان كده المباني كلها بقى فيها ضوضاء. فبرنامج من البرامج يعني، او هو موقع ممتاز جدا يعني. سبيس ميكر. سيتي بيلدر برضو من ضمن الحاجات بتاعت العقارات، بيديك معلومات كامله عن المباني وتقييم الاسعار في السوق. سيتي بلاين برضو استخدم الذكاء الصناعي عشان يحسن التخطيط الحضري. و يعني هنشوف دلوقتي شويه مواقع برضو فيها نفس يعني افكار الذكاء الصناعي. دي برضه معتمده على الذكاء الصناعي، انا حاطط لكم الموقع بتاعها اهوت بحيث ان انتوا تقدروا تجربوه، وهو عنده فيه نماذج للطاقه، فتقدر ان انت تتاكد ان المبنى بتاعك هيكون صديق للبيئه ويحقق الاستدامه ولا لا. ده برضه ومثل ان هو مجان للطلاب. وده برضه كيوبيك بيعمل لك جولات افتراضيه ثلاثيه الابعاد في قلب المكان اهو. وتقدر تعمل اوتوميت ريل استيت لي اوت بلاننج اهوت.
فانت بتعمل جولة افتراضية في المكان بشكل سهل جدا وبسيط. دي برضو نفس التطبيقات اللي بعد كده، هنا بيحدد البيانات الجوية والفريزر تلقائي، يعني بتعمل ليزر سكان مثلا او كده ويبدأ ان هو يجيب لك المعلومات. ده برضو خوارزمية خاصة لمعالجة بيانات الرصف وتحديد المشاكل لو في اي مشاكل موجودة، وده كله من خلال الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ممكن يقول لي اذا كان في مشاكل في الطرق وازاي ان احنا نقدر نحلها. ده لو عندي ليزر سكان بدأنا نحلل البيانات، ولو في وانت بتعمل ليزر سكان في حد معدي فالعنصر ده مش عايزينه فيبدأ ان هو تلقائي يشيله. الكلايم سيرفي تقدر تستخدم فيه اداة زي سبيس ميكر وكوف تول وديجيتال بلو فوم، ده موقع على الانترنت. طبعا احنا اتكلمنا عن سبيس ميكر فالقرار عنه مش هنجيبه بعد كده. ده تلكوف ده بيعمل لك دراسه للاشعاع وتصميم الواجهه ونماذج الطاقه وتحسين ضوء النهار والموقع وكل الحاجات دي. برضو كل الحاجات دي هتلاقي مشروح ليها الفيديو بتاعها على اليوتيوب، ما فيهوش اي مشاكل خالص. فانت ممكن تعمل تحليل مثلا للكربون والجيومتري الكلايمت المناخ الشباك كوست البرفورمانس البرودكت الديلايت وكل ده، انت مجرد بس رفعت الحاجة اعمل اناليسيس بيجيب لك النتيجة على طول. ده برضو مباني مستدامة، ده مهم الحاجات اللي هي الصديقة للبيئة. برضو ده عشان يعمل لك مخططات بسرعة نتيجة AI بحيث ان هو يوفر لك وقت ويعمل لك مخطط كويس. ده برضو موقع كويس اسمه ديجيتال بلو فوم، تقدر تعمل تقييم لخيارات تطوير المباني. انا تواصلت مع اغلب الشركات ديت ويعني قلت لهم ان انا بشرح الحاجات دي فبيدوني نسخة تجريبية اطول شوية بس برضو بخلصها، يعني هو ممكن يكون مثلا مدي 5 ايام انا اخد لي مثلا ايه اكتر شوية. تمام اهو، ده عشان تعمل تصميمات بشكل سهل جدا. بص كلها حاجات يعني سهل جدا، تعمل سيلكت تقول له نيكست، طب انا عايز اصمم مبنى على شكل حرف يو على حرف سي على حرف او زي ما الحروف اللي انت عايزها، ويبدا بقى يقول لك التصميم ده والله النتيجه بتاعته كذا. الكلام ده بيخش ثواني، يعني في خلال مثلا ربع ساعه كون انت عملت 5 6 تصميمات وجربتهم وعملت تحليل للرياح وللمناخ وللحاجات ديت، وبيقبل من الاركيكاد والريفت والاوتوكاد. وسرعه وحاجه موثوقه. الموقع ده انا جربته كان لسه يعني في اوله، دلوقتي ما شاء الله ده حاجه ينفع ان احنا نتكلم عنها. في حاجه اسمها اركتكست، ده التصميم المعماريه بيحولها تديله بس تكست كده يبدا ان هو يعمل لك حاجه بشكل قوي، بيعتمد على شات جي بي تي. في تصاميم كتيره جدا شفتها، يعني مثلا تقريبا في 5 6 مواقع متخصصين في الانتيريور ديزاين. يعني خليني اوريكم الرابط بتاع دي الفيديوهات اللي انا كنت عاملها في الذكاء الاصطناعي، يعني تقريبا في حدود كام فيديو، 700 فيديو. تمام، خليني اقول له مثلا انتيريور. تمام، انتيريور ديزاين هتلاقي في كذا موقع متخصص في الانتيريور ديزاين، تديله صوره مثلا اوضه فاضيه وهو يجيب لك التوزيع بتاعها عامل ازاي. تمام، ده شرح السبيس ميكر في كذا فيديو لانه صراحه الموقع كان يستاهل. ده موقع مثلا اسمه انتيريور اي اي، ممتاز جدا في التصميم. في كذا موقع في التصميم الداخلي بالذات، يعني كان في شويه موقع حلو. خلينا نكمل. ده برضو خاص بالمرافق الرعايه الصحيه عشان نتاكد انها فعاله ولا لا. الميزه ان انت بقى عندك
لو انت بتفكر في اي حاجه تقدر تستعين بالذكاء الصناعي جاهز، مش تبدا من اول خالص. يعني كل الناس دي ما بداتش من صفر، لا ده هي استعانت بداله او استعانت بخوارزميه او استعانت بقوه الذكاء الصناعي اللي تقدر تربطه من خلال الاي بي اي، وتقدر ان انت تعمل حاجه خاصه بيك. يبقى في تحديث فوري للمعلومات. بلان فاندر برضو بيعمل لك رسم المخططات بشكل اقوى واسرع وسهل جدا، وده برضو نظمت المعلومات. هنا بقى بدأنا في مرحلة سكيماتيك ديزاين، ده هتلاقي حاجة جميلة قوي الموقع ده بالذات، فينش ده برضو ممتاز وميك اي اي كلامنا عنه. طيب خلينا نشوف حاجة مذهلة، ده لي اوت بتعمله مخططات في الثواني. طيب هنشوف فينش ده انا حاطه موجود. طيب دول انت بقى بدأت ايه، عايز تعمل صورة كويسة، فهتلاقي عندك الفاير فلاي، هتلاقي عندك الميد جورني، هتلاقي عندك الديل اي، هتلاقي عندك الكوهوم. طب خلينا الكوهوم ده خطير جدا، التصميمات ما يعني عملت تصميم مثلا لبيت ما خدش 3 4 دقايق، والرندر برده ما خدش 10 دقايق، معتمد على سيرفرات قويه. هتلاقي برده مشرحه كوهوم. هو انا كنت اتكلمت مع الشركه جو هوم، ده موقع صراحه يعني ايه شدني، يعني ان شاء الله نسجل عنه كذا فيديو تاني. تمام، بسهوله جدا بتصمم اي حاجه انت عايزها، والثواني تلاقي الرندر بتاعه، ويعني سهل جدا في الاستخدام. تمام، خلينا نبدا مشروع جديد، وتقدر ترفع ملف اوتوكاد وهو يبدا يحوله لك، تقدر ترفع صوره وهو يقدر يحوله لك، تقدر تبدا من الصفر، مش هتاخد وقت في ان انت تعمل تصميمات، وهتلاقي في مكتبه حلوه لو عايز تضيف اي حاجه في قلب المبنى. اعمل مواقع سهله جدا جدا في الاستخدام، ولما تخلص قول له اعمل الرندر، ويعمل لك السيلينج، ويعمل لك كل التفاصيل اللي انت ممكن تكون محتاجها في التصميمات بتاعتك، وتقدر ان انت تصدرها على طول الاوتوكاد والشيت يعني اعتقد ان هو هيغنيك عن حاجات كتير جدا. تمام، زي ما انت شايف امبورت كاد، في تصميمات جاهزه، في من الصور، في ان انت تقول له انا عايز ارسم وول روم هول زي ما انت عايز، عايز تحط باب يحط لك باب بكل التفاصيل بتاعته اللي انت ممكن ان انت تحتاجها، وفوق الزرار بتاع الريندر اهو. بيقول لك انت عايز ايه، طب انا عايز ارسم، وعنده تصاميم جاهزه كتير، يعني لو انت مكسل ترسم قول له انا عايز تصميم وابدا اعدل فيه، التعديل فيه بمنتهى السهوله. تمام، قول له انا عايز ارسم دي، في اختصارات موجوده بيقول لك انت عايز ترسم ازاي اهو، اي حاجه انت بترسمها بتظهر معاك 3 دي و 2 دي، وبيقول لك الثيكنس بتاعها تقدر تغيرها، كل ده من غير ما تسطب اي برامج خالص، وتقدر تعمل كذا ليفل، وشاف على طول هو بيديك المقاسات، هو مش بيرسم بس، هو بيديك حاجات هندسيه مظبوطه، تقدر تحط مثلا تقول له انا عايز روم جاهزه، طب انا عايز باب هو بقى يبدا يحط لك كل التفاصيل اللي انت عايزها، المساحه اول ما تغير حاجه تتغير، فيعني حاجه جميله، وشرحناها برضو بالتفصيل اكتر مره، وهو حتى الشركه مشكوره يعني بعتت لنا الشرح كويس، وعايزين تكمل شرح في غزه كده. ده اللي هو كوهو.
3 دي ده برضو من الادوات اللي بتشتغل بال 3 دي عشان توفر وقت. انا بيعجبني مثلا اللي انا قلت عليه قبل كده اللي هو الماجيك كيب كان كويس. في ديزاين ديفلوبمنت هنشوف بقى حاجات حلوه بقى يعني. هناخد بريك 5 ثواني ونكمل. ماشي طيب. الجنريتيف ديزاين يعني ايه؟ جنريتيف ديزاين يعني انا عندي مثلا منطقه وعايز اوزع الكراسي اللي فيها، او عايز اوزع الارتفاعات، او عايز اوزع اي حاجه. انت بتقول له انا عندي المحددات مثلا ان يبقى اكبر قدر جنب الشباك او جنب السبوره او اي محددات انت عايزها. انت اي تصميم انت تفكر فيه يعني. عندك مثلا المظله اللي بتتحط فوق العربيات ديت عايز تغير ارتفاعها بتاع، فبتقول له انا عندي معاملات. هو يبدا يعمل لك 100 تصميم ويقول لك اختار. تقول له طب انا عايز بدل ال 100 دول حددهم لي بالحاجه اللي يكون ارتفاعها من كذا لكذا. فيبدا ان هو ايه يديك 5 حاجات تختار منهم. تقول له والله طب انا عايز مثلا تبني لي برج يكون مثلا 50 دور. يقول لك والله هيبقى التكلفه كذا والاستهلاك كذا، طب قللهم لك كذا. فيبدا يديك كذا تصميم وتختار منهم. الحاجات دي عشان نشتغل فيها كويس هي موجوده جوه برامج كتيره زي منها الريفت، وموجود اليوتيوب اهو عشان لو حد حابب ان هو يفهم التفصيل بتعمل ازاي. واحنا بنستخدم الصوره دي الداينامو وجراس هوبر برضو. جراس هوبر ده اداه جوه الراينو وكلهم بيتكاملوا مع الذكاء الاصطناعي. طيب بص بقى الحاجات الحلوه ده. سواب ده موقع اهوت، مجرد ان انت بص غيرت الحيطه خلاص هو بيغيرها من الناحيه الثانيه، بيزود لك المساحات، بيعدل لك التصميم بتاعك. يعني انت كبرت المطبخ فاوتوماتيك هو الحاجه جت على حساب حاجه ثانيه، فمن غير ما انت تفكر هو بيظبطها لك. تمام؟ يعني السلم مثلا انت لغيت باب هو حط لك باب من الناحيه الثانيه. عملت حاجه غلط هو اوتوماتيك يحل لك من الناحيه الثانيه. اشتريت حته ارض جنبيه فكبرت فهو يحط لك يقسم لك المكان اللي زاد ده لوحده، يحط لك 3 4 تصميمات. ده كان مشروع تخرج بتاع احد الطلاب وطوره بشكل حلو يعني حسب ما قريت في الموقع. تمام؟ طيب ده كان معانا قبل كده. ده مثلا موقع من ضمن المواقع بتبدا ان انت تديله تفكيره معينه وهو يديك 20 تصميم المساحات بالتقسيمات بالحاجات دي كلها. لو اجرتها هتجيب لك دخل قد ايه في الشهر، الحاجات دي كلها اوتوماتيك وكلاود من غير ما تسطب حاجه. هنا برضو منصه اونلاين من غير ما تسطب اي برنامج خالص، بيبدا يجيب لك تحليل للتصميمات المعماريه ويجيب لك اني اللي هيبقى اسهل، وبرنامج مجاني والاضاءه هتبقى عامله ازاي وتوزيع النور والحاجات دي كلها. برضه عشان تبقى معايا في كلمه مجاني، مجاني بيبقى لحدود معينه يعني بيديك ترايل كتير او بيديك مثلا حاجه معينه، لان الحاجات دي بتبقى مكلفه بالنسبه لي. عشان ما حدش يقول لي انت قلت لي مجاني ولا، هي مجاني بس يعني تجربه مثلا. تمام؟ بيقول لك لوجن اند داونلود، بتبدا يعني اي مكان يبدا يقول لك والله انت في شباك فالنار قد كذا والحراره قد كذا والحاجات دي كلها، ويبدا يعمل لك اناليسيز ليه. ممكن تدي له مدينه كامله هو يبدا يعمل لك اناليسيز للمكان ده فيه. هنا ديبس ماب برضو نفس الفكره، انت تدي له مكان معين هو يبدا يعمل لك كل التحاليل الخاصه بالمكان ده. ده برضه فينش 3 دي. انت زي ما احنا شفنا في 2 دي انت بتغير تصميم، هنا بتغير في 3 دي هو اوتوماتيك يغير في كل حاجه. زودت حاجه يروح هو مزودها لك، ينقصها لك، كل حاجه تبقى معموله. حد مثلا ايه علم هنا على الحاجات دي وقال له مثلا ده انا عايز تعمل لي اناليسيز للسي او 2. تمام؟ بدا يوزع لك الحاجات وبدا يشوف لك انسب حاجه ويبدا يعمل لك كل التوزيعات دي. كل التوزيعات دي الكمبيوتر هو اللي بيعملها مش انت. تمام؟
لو انت عندك التصميم بالشكل دوت ولغيت غرفه، يبدا هو يوزع لك بقيه الحاجات. بص كل الحاجات الاناليسيز اللي انت ممكن تفكر فيها موجوده، تمام. انت بص بتحرك كده، تك حركت الحيطه كده، فهو اوتوماتيك كبر لك المساحه دي، حط لك حمام هنا، حط لك شفط، كل الحاجات دي بدا يعملها، ومهندس معماري هو اللي عامل الحاجات ديت. ف يعني ان شاء الله تبقوا عندكم ثقه فيها يعني، تمام. كل مره بيبدا بقى يوزع لك ويديك المعلومات اللي انت عايزها. انت بس رسمت له مربع، هو بقى يبدا يجيب لك تحليل لكل حاجه في المربع ده انت ممكن تحتاجها. انا اتوقع ده الراينو. طيب نكمل. غيرت، هو اوتوماتيك بقى ايه يحذف لك الاوضه اللي انت مش عايزها، يزود لك اوضه، يزود لك عفش بكل سهوله، تمام. ده برضو بالذكاء الصناعي برضو. طيب خلينا نخش بقى ايه في السلايد شو ده. ميزته ان هو يعني مرتبط اكتر بالاكواد، يعني في حدود معينه بحيث ان هو يلتزم بالاكواد اكتر. احنا عايزين بقى الناس تخش اكتر في البرمجه وتدخل بقى الكود المصري والكود السعودي والاكواد العربيه، بحيث ايه وانت بتصمم يبدا يديك تنبيه. طيب ده برضو بيعمل لك تحليل للبيانات، عندك اي حاجه معينه بتبدا ترفعها ويبدا يديك تحليل ليها، وفي امثله موجوده. ده بيلد فلو، يبدا يعمل لك يفحص لك المبنى بتاعك ويبسط لك عمليه التصميم. وانفراريد برضو بيعمل لك تصميم حضري ويبدا ان هو يعمل تحليل ليه. ده تحليل البيانات، لو ترفع الملفات وانت عندك اي سؤال تبدا ان انت تساله له يجاوبك على الاسئله بتاعتك. طيب الاستيميتنج من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تستخدم الداينامو، تمام، بحيث ان هو يجيب لك المعلومات، تمام. ده مرحله الكونستراكشن درونج، ممكن تستخدم السواب اللي احنا اتكلمنا عنه والبنش، ممكن تستخدم البرامج ديت. في برنامج اسمه سناب درود، ده بيم قائم على الكلاود، بحيث ان هو يساعدك في ان انت ترسم تصميم بيم بطريقه سهله وما تاخدش معاك وقت. ده برضو بيسرع ان انت تكتشف الحاجات المعماريه ويبدا ان هو يعالجها لو في اي مشاكل. ده بيستخدم التصميم الانشائي، مهندسين الانشائي حاط لهم 3-4 برامج او مواقع يقدروا ان هم يستفيدوا منها، زي ديزي اي اي، ستراكشر بلس، الذكاء الصناعي يساعدك. لكن برضو لازم تعمل تشيك على حاجه، في قبل كده ناس مالهاش علاقه بالذكاء الصناعي ولا لها علاقه بالبيم، بس في ناس كان عندهم برنامج معين، هم عندهم تصميم وكانوا بيصمموا زي مينا حاجه زي كده، فالبرنامج ما كانش معمول او ما كانش متبرمج على الحاجات اللي في قلب الميه فوقع، تمام. فلما جم يعملوا مشاكل قالك انت لازم اول مره تسال شركه وتستعين وتجرب مثلا مع مشروع اتعمل قبل كده، تجرب وتتاكد من المعلومه. هنا بقى 3D موديل، في برامج هنستخدمها زي وايس بيم، بتدي له مخطط ثنائيه الابعاد وهو يحولها لك لبيم، وده فيديو، تمام. يعني في خلال ثواني حول لنا الموديل لبيم، رفعنا له ملفات بي دي اف وحولها لنا للموديل بيم 3D. ده بيساعدك ان انت تقدر تاخد القرار وتقلل وقت التصميم. ده براماتيك سوليوشن، كان عندي معاهم ميتنج النهارده ناشف شويه حاجات،
دي بندخل برضو احجام الغرف وارتفاعات الجدران، ويبدا ان هو يظبط لك البراماتيك، يعني تقدر المعلومات تتغير حسب ما انت بتعدل زي ما انت عايز. ممكن تقول له مثلا اعمل لي مثلا شكل هندسي معين، وتبدا ان انت تعدل فيه، وهو يبدا يعدل لك التصميمات ويطلع لك ملايين التصميمات. ده برنامج من برامج الانتريور اي اي، بتدي له صوره فاضيه، هو يبدا يساعدك في ان هو يعمل لك افضل ديزاين وتنسيق في الالوان والحاجات دي كلها. وبرده ري ايميجنج برده نفس الفكره. طيب في الفاينل ستيج ديزاين بتخلص بقى التصميم، في بعض الادوات بتساعدك زي هاي ارك، بتساعدك ان انت تعمل مباني ثلاثيه الابعاد، ويساعدك في ان انت تجهز لك دوكيومنتس تساعدك في مرحله الكونستراكشن. في الفيجواليز في مثلا فيريز، ده ممتاز جدا. تمام، ده موجود جوه برامج البيم، تقدر تستخدمه جوه برامج البيم وتقول له اعمل لي ريندر، كانك رحت خدت الصوره ووديتها للميد جورني وقلت له اعمل لي ريندر، هو بقى بيعملها جوه برنامج البيم. تمام، ده مثلا اركو اي اي بيعمل لك عروض، بيعمل لك ريندر ثلاثيه الابعاد من قلب الراينو ومن قلب سكتش اب والريفت وحاجات تانية خالص، بيعمل لك ريندر بشكل مذهل. ران واي ده من المواقع، اول مواقع اشتغلت في عمل الفيديوهات، الفيديو نفسه بيتعمل بشكل قوي جدا هناك، والصور يعني في وصوت تقدر تستخدم ذكاء صناعي. بص لو دخلت كده على البرودكت، تمام، في كل الحاجات اللي احنا ايه ممكن تحلم بيها، زي مثلا ممكن تكتب تكست يحولك لفيديو، تمام، جنريت فيديو اهو، تمام، ممكن يعمل صور، ممكن تديله صورة صغيرة وتقول له كبرها لي، هو يبدأ يكون لك حوالين الصورة دي، يعني حاجات اي صورة يقدر ان هو يطورها لك بكذا ستايل. تقدر تعلم اي حاجة يحذفها لك، اي فيديو مجرد بس تقول له ايه عدل لي السرعة، طب احذف لي الكورة دي خالص. ففي شوية حاجات جميلة، الموقع ده من المواقع اللي فعلا كانت تصدق في الموضوع ده. ممكن ترفع له صورة وتقول له شيل الخلفية بتاعتها، يعني على صورة الشخص ده بس. طيب فده فعلا مفيد جدا، يعني الموقع اللي عجبتني اهو. فالذكاء الصناعي بيغير قواعد اللعبة ويخليك ان انت تعمل تصميمات افضل بشكل حلو. وده ايفولوب لاب، ده الفيديو بتاعه. ده مثلا من ضمن الحاجات بقيت انا اعمل برامج ليا. يعني ايه برامج ليا؟ بقيت اقول له مثلا على سبيل المثال انا عايز اعمل برنامج يعمل شيت لكل الفيوت اللي عندي، يعملها لي ساعتها. بقول له هنا مثلا الجينيريتيف ديزاين وزع على مثلا المكان دوت بقواعد معينه، يبدا ان هو يشوفها لي ويبدا يوزعها لي. احرك بس كده ايه المؤشر من هنا لهنا، فيبدا يجيب لي التصميمات اللي هي مناسبه للشروط بتاعتي. تمام، الاوجمانتد رياليتي ان انت تبقى شايف المبنى او شايف حاجات اللي معموله في الديزاين موجوده. تمام، دي بعض التطبيقات وشرحناها بالتفصيل على بيم اريبيا السايت. سباركل ده ميزته ان هو بتقدر تاخد المعلومات من الريفت وتنقلها لبرامج تانية، وبيسهل علينا الشغل. البرزنتيشن زي ما احنا شفنا في ادوات ممكن تستخدمه جوه الباوربوينت يعمل لك حاجات. انا صراحة من اكتر الحاجات اللي بستخدمها سلايدز اي اي وفاير فلاي وكانفا. كانفا تقريبا بتصمم بيه كل التصميمات بتاعتنا. كانفا يعني برنامج، يعني حاجات جاهزه وانت بس بتبدل الصوره وبدل التكست تلاقي عندك تصميم روعه. يعني احنا عاملين مجله اسمها بيم اريبيا، فالتصميمات بتاعت الغلاف والتصميمات الداخليه تقريبا معتمده على كانفا. تمام، يعني تعال ندوس كده على اللينك هتلاقي فعلا تصميمات كتير جدا. حتى يعني كان
كنت عملت تصميمات للاولاد لعيد ميلادهم كده من خلال كانفا، بسيط جدا، حط الصوره وتلاقي الحاجه جاهزه. تمام، اهي ده تصميم كنا عاملينه، في حاجات خاصه ب دي انا خليته، قلت له اعمل لي صوره كده، الكروت بتاعتنا، الفيديوهات، لسه هسطب الفوتوشوب ولسه هفتح الفوتوشوب، كتب اغلفه الكتب بتاعتي مصممه برضو هنا. فاسهل حاجه شفتها الصراحه كمان كليب دروب، فيه حاجات كتيرة جدا، من يعني الموقع اللي بتدخل عليه بتلاقي حاجات كتيرة جدا، ينظف لك صورة، يعمل لك حاجات كتيرة جدا. من أروع الحاجات اللي شفتها إن أنا في أي لحظة بصور أي صورة هو يظبطها ويروح مدخلها جوه يدخلها جوه الكمبيوتر. يعني صورت عربية تلاقيها بقت موجودة جوه العربية. تمام، دي تولز كتيرة موجودة. تمام، أنا بستخدمها وما طلبش مني فلوس يعني، استخدام بتاعي بسيط. تمام، ف ده الكليب دروب. تمام، طيب هنا برضو في بعض طيب خلينا البرودكتيفيتي بيزود لك بقى الانتاجيه بتاعتك، النوشن ده بيرتب لك الحاجات بتاعتك، الوقت وحاجات كده. تعالى ندخل في الكونستراكشن كده، خلاص خلصنا المبنى. دي بعض التطبيقات المساعدة، بس أنا مواقع البناء بتلاقي في مثلا الدرون اللي بيطير دوت، بيبدأ نستخدمه في إن هو يعمل لنا ليزر سكان، لأن هو ممكن يدخل في أماكن تكون صعب الإنسان يدخل فيها. ده موقع ثانية بثانية بتبدأ تشوف الموقع بيتطور إزاي وبيحصل فيه تطورات إزاي في الموقع. كان احد الاصدقاء كان عامل حاجة جميلة جدا، ان هو الدرون بيصور وبيحول التصوير دوت ابديتد للمبنى في البرومافيرا. يعني انت بنيت حيطة النهاردة، فهو بيصور وعارف الحيطة دي فين، فهو اوتوماتيك يبدأ يحطها في الموديل ان دي اتعملت النهاردة بتاريخ النهاردة. تمام، ان دي الاكشوال مش البلاننج، الاكشوال، ويروح بعتها للبرومافيرا بقى في اثر عكسي يقول له سجل ان دي اتعملت فعلا النهاردة، فبتبقى دقه طبعا. تمام، هنا النظارات اللي بنلبسها الفوز العاديه دي، في واحده بقى طول ما هو ماشي بتنبهه ان في خطر، في مثلا منطقه مفتوحه ما فيش عليها حواجز، والذكاء الصناعي بيراقب ويتعلم وهكذا. عندنا بيانات كتيره جدا، فالذكاء الصناعي بيبدا يتعامل معاها، يعني كل ثانيه في كاميرات كتيره بتديك معلومات، فبيبدا ينبهك لاي خطر لاي مشكله بتحصل. تمام، هو بيبدا يتعرف على الصوره، الحاجه موجوده مش موجوده، في سقالات مش موجوده، يعني هو فيديو واي لحظه فيها خطا ينبهك، خلي بالك ان في خطر في المكان الفلاني فانت انتبه ليه، بحيث ان احنا مش عايزين حوادث او حد يموت حاجات زي كده. وفي موقع جميل جدا اسمه بيلدر اي اي، بيساعدك جدا في موضوع الكونستراكشن وموضوع التصميمات وحاجات زي كده، ده الرابط بتاعه والفيديو بتاعه. فالذكاء الصناعي بيطور بشكل حلو قوي وبيغير قواعد اللعبه، فاحنا لازم كلنا نتجه ان احنا نستخدمه ويبقى حاجه معانا عشان نقلل المشاكل الموجوده في الكونستراكشن ويحصل تطور في الكونستراكشن. نصور بس، انا اسف المقاطعه، يعني احنا معانا تقريبا اقل من 15 دقيقه كده، نخليها بس للمناقشه لو حد من الساده الموجودين بس محتاج أي استفسار أو يسأل أي شيء بخصوص المحاضرة. تمام، مع حضرتك. تمام، طيب باشمهندسين، بس اللي محتاج بس أو عنده أي استفسار يعمل بس ريز هاند كده ونفتح له المايك. شكرا جزيلا. بداية شكرا جزيلا لكم على المحاضرة القيمة، شيء صراحة يعني رائع بس في وقت يخوف يعني. بس إذا ممكن تعطونا شوية أمثلة على الـ NLP إذا ممكن، وشكرا جزيلا. معلش، نماذج بيم إيه؟
على الـ MVP الكتروميكانيكال يعني مواقع الكتروميكانيكال. طيب بص ده الفاضل، خلينا ناخد النقطة الأولانية، موضوع ان الواحد يخاف من التكنولوجيا. التكنولوجيا ما تقدرش توقف، يعني حتى كان إيلون ماسك وكذا حد بيقولوا نوقف التكنولوجيا لمدة 6 شهور، ده كلام للصحافة، هو عايز يوقفه لحد ما يخلص مشكلة تويتر وبعد كده يبدأ ان هو يركز قوي في الذكاء الاصطناعي، لان هو كان من ضمن الناس اللي استثمروا في الاوبن اي اي، لكن اختلفوا فكرة هل يبقى اوبن ولا يكون مقفول. فالاصدارات الحديثة بقت مقفولة، ما بقوش يعملوا الاوبن سورس، ما بقوش المعلومات متشاركة مع الناس كلها. فهي حاجة هتيجي زي الناس الاول كانت بترسم بالورقة والقلم، ولما ظهر الاوتوكاد وتطبع ناس كتيرة رفضت، وبالتالي ما بقاش ليها وجود في السوق خالص، لان دي تكنولوجيا بقت موجودة. لازم هنلبسها، لازم هنخش فيها فلازم تبقى من الاوائل للناس اللي تدخل فيها. بالنسبه للام اي بي، اكتر حاجه شفتها قويه موضوع الماجيك كاد، برنامج اسمه ماجيك كاد بيسطب جوه الاوتوكاد وبيسطب جوه الريفت، بيسطب جوه ادوات كتيره جدا. ده من ضمن الحاجات اللي يعني قويه جدا، لان هو مرتبط بذكاء اصطناعي وبقاله سنين، وفي اكواد يعني تقول له وزع لي يقول لك الاكواد اهي، ويقول لك الام اف بي اي بيديك سماحيه بكذا، ممكن تقول له بعد ما توزع وصل. طب اكتشف الاخطاء، هو مش بيكتشف الاخطاء بس، لا ده يحل لك الاخطاء، يعني يقول لك والله انا عندي 5 حلول بين البايب والضغط، ويجيب لك 5 6 حلول وانت اختار حل تلاقيه تنفذ. فالماجيك كاد هو افضل مثال لشغل الذكاء الصناعي في الاوبن اي اي، سطبه بس كده جوه الريفت هتلاقيه نقله جامده جدا في الشغل ده. شكرا مهندس عمر. والمهندس محمد كريم تفضل. شكرا يا باشمهندس عمر على المحاضرة الجميلة جدا. ثاني شيء يعني عاوز اسال المحاضرة حاليا اسجلت كرمازون، هل هتنزل على قناة اليوتيوب؟ ان شاء الله تنزل على قناة اليوتيوب، وفي ان شاء الله 3 كتب او 3 ملفات بي دي اف برضه هبعتهم لمهندس محمود هيشاركها معاكم. في مثلا كتاب انا عامله اسمه الذكاء الاصطناعي، تمام، في امثله غير اللي انا ذكرتها النهارده، وشرح فكره ايه هو الذكاء الاصطناعي بالتفصيل وانواعه، وايه الفرق بين الذكاء الاصطناعي الضيق والعام والفائق، وايه التفاؤل وايه التشاؤم، وتخاف ازاي، والتعلم والعميق، ودخلنا بتفاصيل تانية مختلفه تماما عن اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده. يعني ان شاء الله يكون مكمل للمحاضره باذن الله. تمام، شكرا. باشمهندس منى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا يا باشمهندس بس على المحاضره القيمه ديت. الحقيقه انا ليا استفسار، هو يمكن قريب وبعيد في نفس الوقت. حضرتك تتكلم عن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي داخل على الارض، اللي هي مثلا العماره وحاجات زي كده، هل في حاجه تقدر تقيس لي برضه نسبه الرياح والاضاءه النهاريه والحاجات دي، بس بابعاد اكبر شويه، يعني مثلا بين 500 ل 2000 كيلو متر فوق سطح الارض، زي مثلا او تنسق اقمار صناعيه فيستليشن او حاجه زي كده؟ في حاجات كتير جدا، في حاجات اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول خالص خاصه بالسيرفي، دي فيها الموضوع دوت. كلها ولا في حاجات معينه؟ اتفضل. لا اتفضل، في حاجات كتير جدا، هتلاقي لو كتبت امر سيرفي هتلاقي في حاجات كتير جدا خاصه بالموضوع دوت. واحنا شغالين في مشروع اسمه اوبن ستريت ماب، بنحاول ان احنا نحط كل المعلومات الخاصه بالخرائط والطرق بشكل اوبن سورس للعالم كله. تمام، ده برضو من ضمن المشروعات، يعني في كذا مشروع معمول اوبن سورس مجاني، بيبدا ان هو يناقش الفكره بتاعت عندنا مكان مثلا مفتوح جدا، مش بنتكلم على مبنى، بنتكلم على مدينه، بنتكلم على دوله، دي موجوده فعلا في الذكاء الاصطناعي ومرتبط بالاقمار الصناعيه. وفي من ضمن الحاجات ان خلينا نشوف لك مثلا، دي مثلا مشاريع احنا شغالين فيها حاليا زي اسكندريه وقطر واسيوط و العاشر من رمضان تقريبا قرب يخلص اهو، بيبقى فيه ان انت ان خلاص عندنا قاعده بيانات نقدر ان احنا نبني عليها. هقول له ايديت.
وبقدر استخدمها للابعاد ديت. يعني في 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 من ناحيه انها متوفره بقت موجوده. يعني مثلا في حاجه اسمها رابط اي دي. رابط اي دي ده يعني فيسبوك عمله لنا بحيث ان هو يساعدنا في ان احنا نعمل الذكاء من خلال الذكاء الصناعي، نبدا نعمل الطرق ونعمل المباني والحاجات دي كلها. لو حضرتك بصيت على اول البرزنتيشن كان في اجزاء كتيره جدا خاصه بموضوع السيرفي والاماكن. انا عارفه مسجلها في الحاجات في الاول، وهشير معاكم ان شاء الله البي دي اف. هتلاقوا مثلا في حاجات خاصه بالسيرفي وحاجات خاصه بالتحليل للمناطق الكبيره، لان هو اصلا الجي اي اس اصلا بدا يبقى فيه جزء كبير جدا من الاي اي. يعني زي ما في اي اي بيم بقى في اي اي جي اي اس، وبقى في جيو بيم. يعني جي اي اس بدا يندمج مع البيم وبدا يندمج مع الاي اي. تمام، اشكرك شكرا جزيلا. طيب باشمهندس، في اي استفسار عند حضراتكم تاني؟ لو في اي حاجه اعمل بس ريز هاند كده نفتح المايك. طيب تمام يا باشمهندس عمر، تقدر بحضرتك لو هتكمل او تختم زي ما حضرتك عايز. هو انا عايز بس ابعت الملفات، هل ممكن اشاركها في الميت ولا ما فيش مشكله؟ مفيش مشكله ان نشيرها، او ممكن تحطها حتى في الشات بتاعي، تقدر ترفعها في الشات عادي. وغير كده برضو اللينكات دي يعني اكتر من حد سالنا عليها، فممكن نحطها في البرزنتيشن. تمام خلاص، مفيش مشكله. تمام انا بحاول ارفعها اهوت، ما اعرفش بقى ترفع ازاي الشات نفسه. تقدر طيب خلاص مفيش مشكله، تقدر بس ايه حضرتك تبعتها لي وانا هرفعها للجروب وابعتها للباشمهندس على الايميل. تمام، هو نختم ان شاء الله ان الذكاء الصناعي حاجه بقت موجوده اساسيه تقريبا. يعني ما فيش برنامج بعد كده غير لما يكون في ذكاء صناعي. لما هتفتح برنامج وتلاقي ما فيهوش البيم، ما فيهوش ذكاء صناعي، اسف، ما فيهوش الاي اي، هتحس ان هو يعني في حاجه غلط. يعني ازاي ما زمان كانوا صفحات النت ما كانش بالموجود دلوقتي. يعني دلوقتي مثلا اتش تي ام ال 3، زمان كنت عشان تكتب حاجه وبالذات لو بالعربي كنت بتعمل لها تكتبها الاول على الاله الكاتبه وتطبعها وتعمل لها سكان وترفعها. كان في موقع اسمه نكت دوت كوم، وكان كل النكت دي فيه بالطريقه ديت. فهي دي الفكره، ان خلاص ما بقاش حاجه اختياريه. يعني ما فيش حد بعد كده هيبدا يرسم بالشكل التقليدي، ما انا عندي اداه تانية بتوفر لي الوقت. تمام، فازاي يعني ازاي يعني لو انا عندي مثلا الفوتوشوب، في فوتوشوب 1 وفوتوشوب مثلا اكس مثلا بتاع شركه تانية، فلقيت الفوتوشوب منزل لي ادوات الخطيره اللي بتوفر عليه الوقت، والتاني لسه ما طورش نفسه، خلاص هرميه. البنج مثلا ما كانش حد بيستخدمه الفتره، ما حدش بيستخدمه من ساعه ما طلع، لان عندنا جوجل. ففوجئنا ان بنج بيعمل بتقدر تتكلم معاه، وتقدر ان انت بدل ما اقعد اساله اسئله كتيره ويطلع لي اجابات واقعد ادور في وسط الحلول، لا ده بيجيب لي حل تلقائي. يعني لو انا مثلا عايز اشتري حاجه معينه بمقاس الغرفه بتاعتي وضيقه، فبدل ما اقعد ادور، لا انا هقول له انا عندي المقاس الفلاني ايه اللي هيناسبني، فهو يروح مديني الحل. وفعلا وفر له وقت كتير جدا. وكنت محتاج كود معين، فكتبت لشات جي بي تي اعمل لي كود ينسخ لي كذا ويعمل لي باك اب لكذا وكذا، راح مديني الكود تلقائي، وفر عليا وقت. في مواقع كتيره تصميمات، كنت بدل ما كنت بسال حد من الاصدقاء يعمل لي التصميم بقيت انا اعمله بنفسي. المواقع كل يعني كل البرامج كل المواقع اللي هي مش هتتجه للذكاء الصناعي هتبقى موضه قديمه. فبرضو احنا محتاجين ان احنا كلنا نتجه لموضوع الذكاء الصناعي دوت، بدل ما يقول لك والله انا مش لاقي شغل. ليه؟ لان انا الذكاء الصناعي خد مكاني. هو مش هياخد مكانك غير لو انت ما استخدمتوش. كان احسن واحد بيلعب شطرنج كاسباروف لما خسر فكر، قال لك الاحسن حاجه ان انا والذكاء الصناعي نكون فريق ونلعب. احنا عايزين بقى احنا كلنا كل واحد يكون فريق مع الذكاء الصناعي ما يخافش منه ويلعب ويحاول ان هو يستفاد منه. واتجهوا لفكره الفريلانسر، ان انت تشتغل من على النت، المواقع زي الفريلانسر وابور، لان انت بتعمل شغل للناس في امريكا واوروبا فبيدفعوا بالدولار، وربنا يرزقنا بالحلال ان شاء الله. شكرا لكم، جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا.
شكرا شكرا مهندس عمر ومشكور جدا جزاك الله كل خير. السادة المهندسين يعني شكرا لحضوركم. ان شاء الله يبقى في زي سيرفي كده على الجروب معانا ان شاء الله، لو في اي ملاحظات على المحاضرة او المحاضر او التنظيم او حتى لو في اي مواضيع نقدر نشارك فيها في السيشنز الجاية ان شاء الله تقدروا تشاركونا بها وهتكون على الجروب ان شاء الله. شكرا لحضوركم وشكرا للمهندس عمر. شكرا، مع السلامة.